انطلق بأطفالك نحو مستقبل أفضل مع مناهج الطفل العبقري. خير البناء بناء الأبناء. اشرحي لي يا سما العدد السابق بنقول ازاي؟ بسم الله 749 تسعة وأربعين تسعة تسعة أحلى جيم نوع بطل تمانية هلف من تمانية الأول بعدين بكتب الرقم. كل يا سما سامي بكتب الرقم. أحسنت، اقرأ الرقم. أحسنت 46 كده صح؟ 64 يساوي 64. 4 ها؟ تقرأ المسألة صح؟ 4 ايه؟ 64 ناقص يساوي 64 4 زائد 60. احسنت، اتفضلي. هي الأربعة خدت الإيه يا سما؟ الأربعة خدت. بصي كده المسألة. أربعة خدت الأحد. كام؟ الأربعة. والستة خدت الإيه؟ العشرة. كام يا ماما؟ الستين. أحسنت، اتفضلي. معانا فرح، اتفضلي فرح. مية تلاتة وسبعين. التلاتة وسبعين وين خطك؟ معنى الرقم بكام؟ 35 يساوي 35. الخمسة بخمسة ليه يا سما؟ علي صوتك يا ريت عشان زمانك يسمع. 234 سنتي. المسألة الثانية. الرقم دي كام؟ 12. أحسنت. 12 سنت. الاثنين في خمتي الايه؟ الاحد. سنت، ممتازة. والواحد في خمتي كام؟ خمتي الايه؟ العشرات. كام؟ العشرة. ممتازة، اتفضلي. يلا يا ريتال. الحمد لله. علي صوتك يا ماما. احسنت يا ريتاي. صوت عالي يساوي احسنت يا دكتوره. يبقى التسعه في خانه الايه؟ تسعه في خانه الاحد. احسنت. والاربعه في خانه الايه؟ كام؟ احسنت، اتفضلي. معايا دكتوره؟ معايا، اتفضلي. بسم الله. اقرأي بصوت عالي يا معي. 309
ايه اللي بيظبط 399؟ 398. صوت عالي، كبر الخط. ماشي يا ماما، حل مسألة تاكله. رقم الدين معانا كام؟ اقرأ المسألة. صوت عالي. أحسنت، اتفضلي. معايا دكتورة ميادة. بص نشوف صاحبتنا بتحل صح؟ علي صوتك يا ماما. استنى يا ميا، معنى الرقم دي كام؟ اقراي مرة. احسنت، جزاك الله خير. اتفضلي يا ويلية، اتفضلي. صوت عليا يا جواري. العدد التالي كام؟ 192. ايه العدد التاني ال 193؟ احسنت. انا عايزه بسرعه. ها هيساوي كام؟ يلا يا بابا هيساوي كمان. الشاطر اللي يقول كام؟ يبقى بص يا بيرو، تعالي لي اعملي كده. تساوي كام يا ماما؟ 2 + 40 تساوي كام؟ مين معايا يقول 2 + 40 تساوي كام؟ 2 و 40. يبقى نكتب كام يا جواليه؟ ما تخافيش يا ماما، نكتب كام؟ 2 و 42. كتبت 42، بكتب الرقم كله. الاثنين في خط ليه جواليه؟ كام؟ والأربعة في خانة الإيه؟ كام يا ماما؟ اتفضلي. اقرأي الرقم يا ماما.
كاميرا كنت تعي ماشي يا ماما احنا بنسأل الأحمد الصف الثاني اقرأي المسألة يا مرة. اقرأي الرقم بصوت عالي يا رب. 279 285 285. المسألة اللي فوق يا ماما رقم معانا كام؟ بصوت عالي. 45 زائد 5. طب الخمسة بخمسة ليه؟ كام يا ماما؟ بخمسة. والأربعة بخمسة ليه؟ عشان عشان كده حطينا الأربعين. اتفضلي. اللي بعدها اتفضلي. بسم الله. العدد السريع كام من قريب؟ أحسنت. هي كده كاتبة صح؟ يبقى كان المفروض نكتب كام؟ هي كده كاتبة الاتنين في خانة الإيه؟ العشرات. وهي المفروض نكتب الاتنين في خانة العشرات ولا تبقى في خانة الإيه؟ الأحادي. اقرأ رقم اللي هي كاتباه كده؟ 844. واحنا عايزين لها 842 يبقى الاثنين في الاحاد. اقرأي الرقم. 3 زائد كام؟ 90. 90 ليه؟ هي 9 في خانة الايه يا دكتورة؟ 10. 9 في خانة العشرات بكام؟ 90. عشان كده بقول 3 زائد 90. اتفضل. سنت تفضل يا علي. رد رملة. بسم الله. اقرأي يا ماما المسألة. 178 ايه رأيك كده صح؟ لا. امال المفروض يبقى كام؟ صوت عالي. 188.
عاملاها 172 كده صح؟ لا. يبقى كام يا ملك؟ استنى صح يا ملك. بسرعة يا ملك، العدد التاني. أحسنت، بسرعة ما تخافيش بسرعة. أحسنت. اتفضلي يا ملك. لا يا ماما ما تخليش، خلاص مش هزعل منك كمان مسائل. اتفضلي. يلا يا هنا. يبقى العدد السابع كام يا هنا؟ معايا العدد السابع كام؟ 200 وكام؟ 200 ولا ولا؟ اتفضلي. يلا يا يوسف اتفضل معايا. أكمل يا يوسف. مثلا 49 كام زائد كام؟ 59. أحسنت. أحسنت، اتفضل يا دكتور. يلا الدكتور اللي بعده. يلا يا ماما. نبص كده نشوف صاحبنا بيحل صح ولا لا. اقرا يا بابا رقم صوت عالي. العدد اللي بيزور 470. نبص كده على السبوره نشوف زميلنا بيحط كده صح ولا ايه. اقرا المساله، اقرا بصوت عالي الارقام. 400 وايه؟ مش سامعه. مش سامعه، عايزه صوت اعلى. أعلى. أحسنت، اتفضل. معايا يحيى. يحيى أكمل معايا المسألة. أكمل. الرقم ده معانا كام؟ اقرأ الرقم. أيوة يا بابا اقرأ. اقرا رقم كله. رقم كام؟ احسنت، 54. ال 54 ايه؟ 54 كام؟ احسنت، والخمسه؟ كام؟ ماشي، يبقى حصه المربع كام؟ احسنت. معايا دكتور. اقرا. ايوه يا عمر، اقرا الرقم يا عمر. احسن. احسن. معانا مسألة أكمل. تلاتة وخمسة أحد وتسعة
عند العشرات بكام؟ اقرا المسألة. اقراها كلها. 93 يساوي 3 زائد اتفضل معايا محمد. 5 بسم الله. اقرا رقم يا محمد. 999. ايه اللي بيظبط 999؟ ماشي يا بابا كمل بعد 999. شاطر يا محمد كام؟ احسن احسن. معايا مثال اكمل. ماشي 14 تساوي كام؟ ممتاز. انطلق بأطفالك نحو مستقبل أفضل مع مناهج الطفل العبقري. خير البناء بناء الأبناء.